ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، عدى من جنبي وبيجري. خشش في ركبك. ما انا في حزه الطابور اهو يا حضره العمده، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخوي اسلب طولك شويه. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمده. ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجره الميته. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا قلب، بطل ولولا زي النسوان يا واد عيب. اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. الله، اقف، ارفع راسك لفوق، واياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي، وارفع راسك لفوق، وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري، ابوك العمدي. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمده. دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، في نسوان وعيال البلد كلها امانه في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمدي؟ يا دي عبيط، افهم. الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. يعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمدي. الله في سماه، لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت، وخلي عندك نخوه. احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه، ده راجل ده حبيبني، وبيننا وبينه عيش وملح. قلبك كبير يا حضره العمده، وصدرك كله حنيه. اعمل ايه يا سخنه؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هنا وفرح وسرور.
وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين دي مكتوبة لكم، مع إن انتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. ما الطابور ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما انتوا شعب بصوا، انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لانه لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللو كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي يا اخي هنتشنق هنتشنق. الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار قاموا هيشنقوني. عارف عارف الطابور ده كلاته؟ هيموتوا مشنوقين. يا عيني وانت معاني. لا والله خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خمارة يا كلبه. لا لا اصحى بقى، مش الذنب اللي يتقالوا خمارة. خمارة ده أبدأ لك عشان خاطر واجب الضيافة، إنما الكلبة دي أنا ممكن أروح لك مضابة. المفتاح والباب والخمارة والإنجليز. بس عرفت أنا نزلت فين، بس خلي بالك خلي بالك أنتوا مش هتقعدوا كتير. ها؟ اتعمل عليكم ثلاث أفلام، الذكورية وبين الإسران والمهلبية. لحظة واحدة. امسكتوا الخمارة دي لازم تتشرق. يا عم حمارة مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا عبد الله السيادة. انا بص دي بص طبعا ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحدة. اصحى للنادى سخونة خش بقى. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي بصيت اتفرجوا يا رجالة. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونقلبه باللي بيعملوا كمان. أكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الإنجليز غير المجانين؟ بس الواد ده أنا خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمدي طلع زعيم بحق وحقيقي. هاني أقول لك إحنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والإنجليز أكيد مش هيسكتوا.
نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدي الحكيم. امال ايه يا ولد، هو عمدتنا دي اي عمدي؟ ده عمده مطرح ما ترش دقيلي. وانا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا ولا ولا نفخنا. صوتنا منين؟ من نفخنا. انا ما حدش ذوقكم على غلط، انتوا مش عايزين تعملوه؟ لا لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. النهارده يوم الجلال. كفايه بقى، مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. الحقوها قبل ما يروح الفطير. وتحيا يا مصر. تحيا يا مصر. تحيا يا مصر. تحيا يا مصر. نموت نموت ونحيا عندنا. وهيسا هيسا 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 عندنا هيسا. بس يا بنت التوهيل، هواني كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حد وهي يلا بقى كيش حد ماشي يا فكيه. يلا يا بنت فوري 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 فوري. رجالة طلع عمرك متخد، نروح زي ما قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا رجالة، ايوه احنا هروح نحوط على البلد كلتها. ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. نقول هنا يلا بينا. يلا بينا يا رجالة. يلا بينا. شفتك وانت انت كنت بتوزع البنات صحباتك، يعني بتوسع سكه كده عشان انت معجبه بيا، يعني حسيت انك معجبه بيا. فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر، شويه سنه صغنطه كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي؟ في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزله اللي ورا دي. بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل مكرر. اه يعني خيوبين علي، لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلوقتي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة بشافك حدف يا بيت. يبين؟ ده ايه السحرات الثلاثة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية؟ لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا، وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفة اسمك. النبي؟ ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي؟ لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي، يعني انا حد بيقول لي سليبي يعني. اوبا ليه؟ اوبا ليه؟
والنبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سي لبي، بقدرش اقول لك لبي سي لبي. عشان انت مو مهذبه فتقول سلبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عندي ازاي ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي تقولي ده غلس قوي. تعالي مفيش هنا اي كفه شوب. كفه شوب او انزا رن في كوسه شوب او في وزن رن. تقصد دروه؟ دروه لون عليا احكام ولا ايه؟ بس لا في دروه والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين طفل التوحيد والنور ده؟ في مصر. مصر؟ ايوه. مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون رخا زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فين ايه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحال. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه. وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلاوه طحينيه. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلاوه طحينيه. ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه امال ايه. واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ إيه؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عليه كام عشان خاطر يتعني؟ ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بانه تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفع الكلفت. ها ارفع الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش؟ ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز. خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. ده انا شغاله هناك. كان صحيح حكايه الكنز يا ولاد؟ ايه يا بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخد انا وانت بقى بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي على بيتك اللؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبان خلاص هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تاكل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده تانيه اسمها هند. وشك